السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود بنجيلي من فريق مشروع طعام غزة المجاني. أولا أشكر كل المتبرعين الذين ساهموا في هذا الطعام لطعام عدد كبير من الناس النازحين، وأتمنى أن يستمر دعمهم حتى تنتهي هذه الحرب على غزة. الوضع الآن سيء ويزداد سوء، والأسعار خيالية جدا، والناس غير قادرة على أي توفير أي مصدر غذائي لأطفالهم. لذلك نطلب من الناس جميعا أنهم يساهمون في هذا استمرارية هذا المشروع لمساعدة عدد كبير من الناس النازحين خلال هذه الحرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن فريق مشروع طعام مجاني لغزة، اليوم اضطرينا في عربية مية حلوة للناس النازحين للخيام هذا. مية حلوة يا عم، مية حلوة. أنا آسف.